تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة هذا اليوم مراسم يوم الشهيد الذي أقيم في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء. ولدى وصول الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة ترافقه كوكبة من الخيالة، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية. كما حضر المراسم عدد من كبار المسؤولين في الدولة. يصل الموكب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله ورعاه، ترافقه كوكبة من الخيالة إلى موقع الاحتفال في قصر الصخير العامر.
بعدها توجه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلام الملكي. حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. قف. وبعد تلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم أطلقت المدفعية طلقة واحدة، ثم وقف الجميع دقيقة صمت. بعد ذلك أطلقت المدفعية طلقة واحدة للإعلان عن نهاية الصمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. طابور. هاي. وقد أطلقت المدفعية الآن طلقة واحدة لإعلان دقيقة صمت، وستنتهي دقيقة الصمت مع الطلقة الأخرى ليتبعها عزف اللحن الأخير.
ثم مر عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهداء الواجب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. بمناسبة يوم الشهيد نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعين لشهدائنا الأبرار ماضياً وحاضراً في مملكتنا الغالية البحرين، وللشهداء جميعاً بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان، ونقول: اللهم ارحم أرواحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم أبدل شهداءنا الأبرار داراً خيراً من دارهم، وارحمهم واغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأسكنهم فسيح جناتك، وبشرهم بقولك: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم ألهم آباءهم وأمهاتهم وأهلهم وأولادهم ومحبيهم الصبر والسلوان. اللهم واجمعهم معهم في جناتك جنات النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في وطننا البحرين وفي خليجنا، واجعل هذا البلد العزيز آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى. اللهم احفظه وارزقه بركة في العمر ونورا في القلب ورضا في النفس وصحة وعافية في البدن، وأطل في عمره وتوله بعنايتك ورعايتك، وأصلح أولاده وذريته يا سميع الدعاء. اللهم أقر عينه بتآلف قلوبنا، واجعلنا له جنودا في الحق وعونا للخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك وطننا وخليجنا، ونستودعك جنودنا البواسل وجنودنا المرابطين الذين يحاربون عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا، وانصرهم على الطاغين الباغين المعتدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وأنزل سكينتك عليهم واحفظهم في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ الآن سورة الفاتحة على أرواح شهداء الأبرار، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تقدم قائد الحرس إلى بداية الطابور، حيث أدى التحية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. بعدها عزفت الفرقة الموسيقية لحن الرجوع الأخير، ثم تفقد جلالة الملك المفدى حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. حرس الشرف، جواز تفتيش.
يتوجه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك أيده الله ورعاه في هذه اللحظات إلى صرح الشهيد ليسقي فسيلة النخل رمز الحياة الدائمة، ويمر من أمام اللوحة التذكارية التي دون عليها أسماء المواقع والمعارك التي خاضتها البحرين دفاعاً عن عروبتها وسيادتها. عقب ذلك تقدم رئيس المراسم الملكية باستئذان جلالة الملك المفدى ليتفضل جلالته بالدعاء أمام الصرح وسقي النخلة التي هي رمز الحياة الدائمة. صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، سلام. قف. استاذن جلستكم انصراف طابور العرسي. طابور معتدل سر الى البلاد. انظر. Thank you.
وبهذه المناسبة المجيدة تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله بالتصريح السامي، قال فيه: يطيب لنا في هذا اليوم الوطني أن نحتفي معا بذكرى يوم الشهيد في مناسبة مجيدة تخليدا وتكريما لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فقد ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة خلال أداء واجبهم السامي المشرف، لتظل راية الوطن خفاقة شامخة مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء، فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا مضيئا تهتدي به أجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه. إن يوم 17 من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبة جليلة في مسيرتنا الوطنية ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين البواسل الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق وإرساء للعدل ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب ومد يد العون والإغاثة للأشقاء انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا البحرينية الأصيلة، فسطروا أروع معاني البطولة والعطاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية الظافرة. وأضاف جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله: كما يطيب لنا في هذه المناسبة المجيدة أن نوجه التحية والتقدير إلى قواتنا المسلحة الباسلة ومؤسساتنا الأمنية على النهوض برسالتهم السامية النبيلة صفا واحدا للذود عن الوطن وكرامة أهله بكل شجاعة وإقدام. وقال جلالته: إن هذا يوم التقدير لمن يستحق العرفان والثناء بأسمى معانيه، فكل شهيد من هؤلاء الأبطال فخر لأهله وإخوانه في السلاح، فقد سطر شهداؤنا الأبرار تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماءهم وأسماء أسرهم فأصبحوا عزا لوطنهم ولأهلهم. وإن أسر الشهداء الكرام لا يقلون بطولة عن أبنائهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية، فتحية إكبار لكل أم وأب نهل منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة وغرسوا في أبنائهم شيم الإخلاص والفداء لوطنهم. كما نشيد بالمواقف النبيلة التي عبر عنها المواطنون الكرام من تماسك ومؤازرة مع ذوي الشهداء، فهذا ما عهدناه من أهل البحرين دائما من وحدة الصف في كل المواقف الوطنية، فأكدوا أن كل شهيد من شهدائنا البواسل هو ابن لكل البحرينيين في وطننا الواحد المترابط. رحم الله شهداءنا الأبرار وإخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خيرا وأدام على وطننا العزيز المنعة والخير والازدهار.